حياكم الله مشاهدينا إلى أولى فقراتنا مباشرة لهذا المساء. فعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضها عام 2020 على العالم بأكمله، إلا أن مكتب الشارقة صديقة للطفل التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة تحدى هذه الصعاب ولم يتوقف عند تقديم أو لم يتوقف عن تقديم كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأطفال واليافعين ودعمهم على جميع الأصعدة النفسية والجسدية والذهنية. للحديث أكثر عن هذه الصعوبات والتحديات التي واجهها مكتب الشارقة صديقة للطفل وكيف تم تخطيها في كل الفعاليات، اليوم يسعدنا أن تكون معنا عبر هذا الاتصال المرئي الأستاذ عفوا سامية المندوس، رئيس وحدة التسويق والفعاليات بمكتب الشارقة صديقة للطفل. مساء الخير أستاذ سامية. مساء النور. يا هلا ويا مرحبا بك ويانا في الاتصال المرئي. في البداية، كيف تصفين السنة الماضية العام المنصرم 2020 بالنسبة لمكتب الشارقة صديقة للطفل؟ هو عام استثنائي بلا شك، وجدت جائحة كورونا ظروف جديدة، ونحن جزء من هذا المجتمع بالدرجة الأولى، كلنا تأثرنا بانتشار الفيروس، حالنا حال جميع المؤسسات والأفراد، ونحن استفدنا من هذه التحديات وحولناها لفرص، واستفدنا من التقنيات الحديثة في مجال التواصل وتسيير آلية العمل. سعينا في مكتب الشارقة صديقة للطفل بدعم الجمهور والفئات المستهدفة من الأسر والأفراد، نعم، عشان يتخطون هذه الصعوبة اللي فرضها الفيروس من خلال التوعية والإرشاد عبر مجموعة أنشطة بأساليب تفاعلية. نعم، بنتكلم عن هالأنشطة بشكل يعني مفصل ربما، لكن في البداية خلينا نتكلم عن التحديات التي واجهتوها في مكتب الشارقة صديقة للطفل في العام المنصرم، وكيف تم تخطيها؟ طبعا كل التحديات اللي واجهناها استطعنا ان نتجاوزها مستفيدين بنقول من اخر التقنيات الحديثه، نعم، والممكنات المتاحه اللي فتحت امامنا سبلا جديده للعمل، يعني نقول شر في داخله خير. بالطبع ايقاف الفعاليات والتجمعات اللي جاءت ضمن سلسله الاجراءات الاحترازيه ادى الى ايجاد نوع من التحديات اللي هو قله التفاعل مع الجمهور بشكل واقعي. نعم. لكننا حولنا معظم فعالياتنا وانشطتنا عبر تطبيقات التواصل المرئي، والحمد لله تم تحقيق الاهداف المنشوده واستفادت شريحه واسعه من الجمهور من جمله الانشطه والفعاليات اللي نظمناها. جميل، الان خلينا نتكلم يمكن سامي عن الانشطه والفعاليات اللي تم تنظيمها خلال العام الماضي، واللي اعتقد انها ما زالت متواصله ايضا في العام الحالي 2021. شو هي أبرز هذه الفعاليات والأنشطة، وكيف تأتي أفكار هذه الفعاليات أيضا؟ طبعا نظم المكتب وشارك في العديد من الفعاليات والورش التوعوية اللي استهدفنا من خلالها الكادر التخصصي العامل مع الأطفال والأطفال واليافعين نفسهم وأولياء الأمور. نعم. بقولك يعني فوق 20 ورشة وأربع حقائب علمية وثلاث حملات في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. منها يعني إطلقنا حملة واصل للرضاعة الطبيعية حرصا منا على تأكيد ضرورة تستمر الأمهات في الرضاعة الطبيعية خلال الجائحة مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة. جميل. هاي طبعا بدعم من جمعية الإمارات للصحة العامة، واستهدفنا من خلالها الأمهات والمرافق الصحية والعاملين بالمرافق. وأيضا أطلقنا الحملة الثانية اللي هي التنشئة الوالدية وكوفيد 19 في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف دعم ومساعدة أولياء الأمور والأسر في التعامل مع الأطفال واليافعين في الظروف الاستثنائية. حرصنا خلال هذه الحملة أن نزود الأهالي بالمعلومات الصحيحة من المصادر الموثوقة، وفي نفس الوقت حضر الموظفين في مكتب الشارقة الصديقة للطفل 63 دورة ومنتدى أقيم على المستوى المحلي والإقليمي و30 ملتقى على المستوى العالمي. هذا نقدر نسميه انتهاز الفرص، وكيف أن العالم الرقمي فتح لنا آفاق عالمية وأبعاد كنا نضطر أن نركب الطيارة قبل عشان نحضرها. صحيح. وبعد تم إطلاق أكاديمية الشارقة صديقة للطفل بهدف دعم القطاعات المؤسسية ونشر المصادر التوعوية والمعرفية للكوادر المختصة. بالمختصر يعني أنا بقول الأكاديمية تعتبر منصة معلوماتية تجمع ورش وبرامج المكتبة التدريبية تحت مظلة واحدة. تقدرون تلاقون مصادر الأكاديمية في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قريبا إن شاء الله في الموقع الإلكتروني التابع للمكتب. بإذن الله. وأيضا نظمنا الملتقى الأول الخاص بتعريف مدراء ومعلمي المدارس والحضانات
على نهج التعليم القائم على حقوق الطفل. الملتقى قدم 23 ورشة تعريفية وتوعوية استهدفنا من خلالها 2470 شخص من مدراء ومعلمي المدارس والحضانات. هذا كله ضمن مشروع المدارس وحضانات صديقة للطفل اللي أطلق في عام 2019 بهدف رفع معايير رعاية الطفل وحقوقه في المؤسسات التعليمية. جميل جميل. أيضا يعني أعتقد تم تطوير الهوية المؤسسية للمكتب في العام المنصرم عام 2020 سامية، خلينا نتكلم عن يعني هذه الهوية المؤسسية وكيف تم تطويرها. هي في بداية 2020 تحديدا يارا، طبعا قبل 2020 من 2019 نحن كنا نحضر للهوية المؤسسية وكنا نفكر كيف نقدر نعكس المكتب واسم المكتب وهويته الجديدة. ففي يناير 2020 الحمد لله أطلقنا هويتنا المؤسسية الجديدة الحمد لله. اللي ضمنت شعار جديد، حيث تم تغيير اسم المكتب بالإنجليزي من بيبي فرندلي لتشايلد فرندلي اللي هو أشمل ويضم الأطفال واليافعين جميع معهم. طبعا الهوية الجديدة هاي شو تعكس؟ تعكس رؤية المكتب في تمكين الأطفال واليافعين في الشارقة من نعم مختلف الأعمار والقدرات والأديان والجنسيات، يعني كلهم مساوين، كل الأطفال كل الحقوق. جميل جميل، يعني جميل زرع مثل هذه الثقافة في الأطفال أينما كانوا من أي جنسية ومن أي ديانة ومن أي ثقافة كانوا سامية. أيضا ما نبغى نغفل صح، دور الجهات تفضلي. لا أنا كنت أقول لو بتعرضون الشعار بتشوفون فيه مثل أشكال هي هندسية مختلفة، هذه تمثل الأطفال بجميع أشكالهم من كل جنسياتهم. جميل جميل جدا. أيضا ما نبغى نغفل دور الجهات الداعمة بالتأكيد واللي دائما متعاونة مع المكتب ولها دور ربما وإسهامات في إنجاح الفعاليات والأنشطة التي تقومون بها. طبعا كان لانضمام المكتب الى مظله المجلس الاعلى لشؤون الاسره بالشارقه بدايه العام الماضي تاثير، وانا ما بقول تاثير قوي كثر ما هي نقطه قوه لنا في توسيع نطاق تعاون المكتب مع ادارات المجلس، هي وذلك بناء على اتهامات قرينه صاحب السمو حاكم الشارقه سمو الشيخه جواهر بنت محمد القاسمي رئيسه المجلس الاعلى حفظها الله، التي طالما كانت الداعم الاول للطفل والاسره. طبعا عملنا على تفعيل عدد من المشاريع خلال العام الماضي مع منظمه الامم المتحده للطفوله يونيسف لاطلاق عدد من الحملات التوعويه وتعاميم اصدارات اليونيسف باللغه العربيه على المؤسسات التي تعمل معنا. جميل. نتعرف أيضا على الأنشطة، أنشطة المكتب إن شاء الله في المرحلة القادمة. نحن نعرف طبعا سامية أن المرحلة القادمة يعني أعتقد خرجنا من إطار التعامل مع كوفيد 19 والتعامل مع هذه الجائحة إلى ما هو أبعد من ذلك. شو الأنشطة اللي تخططون لها إن شاء الله في المرحلة القادمة؟ طبعا يعني لابد التعايش مع الكوفيد والظروف هذه والتفكير بشكل ذكي، كيف نعم ممكن ننجز بنفس الطريقة كأنه ما في كوفيد. حاليا نعمل مع منظمة اليونيسف بهدف نشر وتعميم رزمة اليافعين واليافعات للتعبير والابتكار. هاي الرزمة تحتوي على عدد من الأنشطة والأفكار اللي يمكن تطبيقها بإشراف أولياء الأمور ومقدمي الرعاية ومدربين بهدف بناء مهارات وقدرات اليافعين. إن هي شاء الله سيتم تعميمها قريبا عبر الأكاديمية. إطلاق هذه الرزمة طبعا جاء تزامنا مع الإمارات تبتكر 2021. هذا أولا. ثانيا نستعد لمرحلة إنهاء وتضمين المعايير مشروع التخطيط العمراني الصديق للطفل، وأيضا معايير مشروع مدارس وحضانات صديقة للطفل. لذا ندعوكم جميعا أنكم تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي شارجة تشايلد فريندلي تويتر أو إنستغرام إن شاء الله. إن شاء الله. يعني نشكركم سامية بالتأكيد على هذه الإنجازات اللي الحقيقة تتخطى المعايير العالمية في حقوق الطفل والتعامل مع الطفل، واللي كل يوم نشوف فيها أيضا جديد يقدم في هذا المجال. شكرا لك سامية المندوس رئيس وحدة التسويق والفعاليات بمكتب الشارقة صديقة للطفل، شكرا لكم.